عليكم اخوتي، مرحبا بكم. ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير، ومرحبا بكم في قناتي ديليسا جايان. اليوم بغيت ندير لكم الكيكيك. شافيهم هاد الكيكيك تاعنا، عندنا زوج بيضات درجه حراره المطبخ، عندنا 200 غرام تاع الدقيق الابيض اللي هو الفرينه، عندنا 200 غرام تاع زبده، ممكن ديري المارغرين ما كاش مشكل، وتكون طريه نحيتيها من الثلاجه ليله من قبل. عندي 100 غرام تاع السكر، عندي ملعقه تاع فانيليا، عندي هنا 5 غرامات تاع خميره و 3 غرامات تاع بيكربونات، عندنا قيصه تاع الملح، عندنا 60 غرام تاع حليب و 60 غرام تاع زبادي الياورت الطبيعي، ويكون بدرجه حراره المطبخ. نفوتوا للتحضير. نحطوا الدقيق الابيض اللي هو الفرينه، نضيف الزبده، قلت لكم راهي طريه، نضيف السكر، نضيف الفانيليا. ضفت الفانيليا، انا ضروري نسيح على الفانيليا. شو كي دير هاد الكويرات ما يعجبونيش. فوالا، نزيد الخميره والبيكربونات، فوالا، ونزيد قريصه الملح. غادي نخلطهم في الروبو. ما عندكش الروبو ممكن تخلطي بالبطاقه الكهربائي، ما كاش مشكل. غادي نخلط، يعني غادي جي صابلي حتى كيما العجينه تصابلي، نفس الشيء. الناس اللي ما عندهمش لا روبو ولا باتر ممكن ديرها بيدها، بصح تديها وقت باش تخدمها. نبدو. كي تولي العجينه على هذا الشكل، شفتوا كيف راها، نزيدوا البيض حبه بعد حبه، ومن بعد نخلطوا. كي نديروا الحبه الاولى نخلطوا حوالي دقيقتين ولا ثلاثه، ما كاش مشكل. بيضة ونخلط، من بعد عاد نزيد البيضة الثانية. شوفوا كي تجانس الخليط، نجو نخلط التحتاني نرده من الفوق. فوالا، الآن نزيد الحليب ونزيد الياورت اللي هو الزبادي، نعاود نخلط. درت العجينه في الجبل الحلواني غير باش نسهل على روحي، نتوما ما عندكمش ما كاش مشكل. نجي هنا ندير لو كار تاع العجينه، هذا لو 3 كار ماشي لو كار، باردون سمحوا لي. تلت درت تلت العجينه. كي بديت نخدم في العجينه تاعي، كنت بديت سخنت الفرن على 180 درجه، طيب 20 حتى 25 دقيقه، وانتي تشوفي الفرن تاعك ولا نتوما تشوفوا الفرن تاعكم. فوالا، انا غادي نكمل على هذا الشكل. شفتوا العجينه كي جات شابه، نكمل على هذا الشكل، نخليهم يطيبوا ومن بعد نرجع نكملوهم مع بعض. بعد ما طيبنا الكيكيك تاعنا 20 دقيقه، حلوا ليهم الفرن باش ما ينتفخوش بزاف، باسكو رانا غادي نديروا ليهم لاكريم. المرو الان نصنعوا لاكريم. الجبن الكريمي عندي 500 غرام تاع جبن كريمي، وعندي هنايا رطل، ماشي رطل، عفوا، ريتلا من الكريمه الطازجه، تكون 35% من الماده الدسمه. عندي انا اللي باين نعطرها بالكراميل، انتما كيما حبيتو. وعندي هنا نسري كراميل باش انا باغي الذوق. ما عندكش نسري كراميل بيتي ديري فانيليا، انت حره ما كاش مشكل. نبدو بالجبن دابور، نضربوا الجبن غير فتيته شويه. دربت الجبن باش ما يبقاش معنا مكبد ويدير لنا الكويرات، يعني يدير لي غيمون. الان نجي نحط الكريمه. الان ضيف الكريمه طازجه، تكون بارده هي ثانيه، ضروري تكون بارده. درنا الكريمه، والان نبدا نضربو. بعد ما الان شفتوها، لا شوفي كيفاش شاده راسها، نزيد ملعقه تاع كريم نيسلي اللي هو لا كونفيتور دو لي. الى حبيتوا الوصفه راني دايره وصفه النسلي في القناه هنا، اللي عيط الكراميل، اللي قلت لكم ديروا كيما حبيتوا الذوق.
كل واحد يدير العطر اللي حب. نعاود ندرب شويه. والان نضيف لها ملعقتين تاع سكر ناعم، انا ما نحبهاش حلوه بزاف، الا حبيتي السكر اكثر ممكن تحلي على حسب ما انت حبيتي. هاولا القوام، شوفوا كي جات تا تقلت كيما هكا راكم تشوفوا، جات هايله. فوالا وغادي نجيب ندير حبه تاع فرومبواز، انا غادي نكملهم بعد نرجعو نشوفوهم مع بعض. هما لي كيكات تاعنا بعد ما وجدناهم حضرناهم خرجت وصفه ما عندي ما نقول لكم رائعه، ان شاء الله يا ربي تجربوا هذه الوصفه وتخلوا لي تعليقاتكم. نقول لكم مع السلامه وعن قريب.